قامت مديرية شرطة كركوك بالتعاون مع جمعية الأمل العراقية بتكريم عدد من منتسبيها أو منتسباتها المتميزات في احتفالية تزامنا مع اليوم العالمي للمرأة، وذلك لتشجيعهن على المضي قدما نحو الأفضل. ويأتي هذا التكريم لدعم المرأة بصورة عامة لتأخذ دورها الحقيقي في المجتمع. تم تنسيق عمل مشترك بين قيادة شرطة كركوك والشرطة المجتمعية في المحافظة، وذلك لإقامة حفل تكريمي بمناسبة يوم المرأة العالمي الذي يصادف 8 مارس من كل سنة. استغلنا هذه الفرصة لتكريم عدد من المنتسبات التابعات لوزارة الداخلية، واللي باعتبار أنه هن من ضمن العناصر المتميزة من قبل السيد القائد المحترم، تشجيعا منه وتثمينا لجهودها بالعمل المتواصل وتقديمهم الدعم المعنوي. هي من خلال تمكين المرأة وزيادة مشاركتها، نلاحظ اليوم هنا تواجد نسوي في ميدان سلك الشرطة، ولكن نحتاج كمحافظة كركوك نحتاج إلى مشاركة أوسع أيضا. يعني نتمنى من الوزارة الداخلية فتح دورة خاصة لزج الخريجات كركوك بمجال التحقيق وأيضا متابعة القضايا العنف الأسري، وأيضا فتح مأوى كركوك بأسرع وقت. وأيضا لدينا مطالب أخرى من المشاركة الحقيقية الفعلية لدورة تعزيز أدوارها، ليست فقط تكون يعني نريدها مشاركة حقيقية بتماس مع المجتمع، وخصوصا في أقسام حماية الأسرة والطفل والشرطة المجتمعية والتحقيق أيضا.